اكو رد وليش ماكو رد. أي. هي مو حسابات شكليه واذاعيه، لا حسابات دقيقه. الامريكان يعني الاداره الحاليه الحزب الديمقراطي يريد ان يستثمر التهديد الايراني ضد اسرائيل كي يخضع نتنياهو على قبول وقف اطلاق النار في غزه وعدم اجتياح لبنان بشكل واسع والقيام بعمليات محدوده تجاه ايران وحزب الله. هذا منو؟ هذا الداعم الاساسي لنتنياهو هو لاسرائيل، مو صحيح؟ بالقبال اسرائيل تعتقد انه الفرصه اصبحت لها مآتيه للانقضاض على المشروع النووي الايراني. غير هالفرصه بعد ما تجي. طالما ماكو اتفاق لحد الان، ما صار اتفاق، تعرف ماكو اتفاق من حقك تضرب، تعرف كيف؟ ولذلك هي راح تضرب 2015 بس الاتفاق سواه اوباما، مو هيك شيء؟ ما استطاعته. ولذلك كل هاي الاستعدادات هي تؤكد على صحة ما قلنا أنه بآخر المطاف والآن الإيرانيين داخلين بهاي الصفة تصفية الميليشيات، وإيران سوف ترضى في ذلك في على شرط أن تحمي رأس النظام. دقيقة هسه نعم. إيران ممكن إلى أنه ما ترد بهاي الحسابة، لكن في نعم في مقابل أن تأخذ ضمانة أنه لا يتم العمل على إسقاط النظام، وهذه الضمانة ما حد يقدر يعطيها لا أمريكا ولا إسرائيل مقابل ما ترد بعد خلص. ها. الميليشيات خلص محور كله يروح. نعم كله تقضي عليه. أوف. نعم 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 بما فيها الحشد، بما فيها الحشد والحوار ترى بادي، خاف جمعنا يمين الحوار بادي ومشتغل، مو عبالي بدنا نسوي تحريض، لا هاي خطيره دقيقه. اي لا بقول لك مو هذا، هذا ايران، هاي ايران حبيبي وسوتها ايران من 75 حتى بايام الشاه ويا ما عدناها ويا ما قلنا زمن التخلي. لانه الانقسام داخل ايران وقصة هنية كشفت أنه هنالك من يتعاطى ويتعامل مع إسرائيل والغرب، وشوف بدليل الاعتقالات اللي صارت بعد أقصد اعتقال الضباط كبار داخليا الضباط. داخل إيران تقصد؟ نعم نعم. وخامنئي يعرف أنه الشعب الإيراني كما هو الشعب العراقي والشعب السوري والشعب اللبناني متأهب، اللي يريد الضمانة اللي نحكي عنها عن الشرعية. متى ما تم استهداف النظام في مقراته في عمق البنى التحتية المفاعل النووي، أي بمعنى النظام فقد شرعيته، الشعب الإيراني ينقض، وهذه هي اللي تقلق.